بتقوله ده آه. لا يعني احنا تجهيزاتنا للمستوى اللي حضرتك بتتكلم عليه الحمد لله. اه افرض اللعيب وهو داخل مثلا حد اتعور، لا لازم يبقى في عياده طبيه جنب غرفه خلع الملابس، عياده طبيه عند كبار الزوار فوق، عياده طبيه متحركه حوالي في كافه مدرجات الاستاد، الحمامات اللي متحركه لان هيبقى اي حد يبقى موجود، عربيتين اسعافي موجودين. مثلا عندك انت حضرتك بتتفرج على مرمى واحد موجود، لا ورا في مرمى تاني احتياطي، مرمين احتياطي في كل ملعب، في اربع رايات ركنيه احتياطيه موجوده عشان افرض القايم ده مال ما اعرفش تعرفش ايه اللي بيحصل. الحمامات العامه اللي هي بتاعت الجمهور اللي بره كده او تم تطويرها كلها بقت حمامات فنادق خمس نجوم. ده عشان ايه؟ ده احترام للمتفرج، فعلى المتفرج انه يحترم سواء اللي في الملعب او اللي بره او اللي بره. يعني عملنا كمان زي اللي في القاهره، القاهره عملوا بره حمامات للجمهور والله في الشوارع هي محيطه هي بتتحسب بتتحسب كل حوالي 1000 متفرج بيبقى لهم حمامات 10 حمامات. فالريشيو او النورمز اللي موجوده بنحترمها، اذا كان في نقص في الحمامات ففي حمامات بورتبل متحركه بتتحط في المحيط الخارجي للاستاد. هتلاقي حضرتك ان احنا احترمنا بلدنا، اهم حاجه ان احنا نحترم بلدنا. النهارده عشان انت تظهر البطوله دي بصوره، احنا محتاجين للاعلام. الاعلام اللي بيهاجم البلد، لا احنا مصر بلد امنه، مصر بلد امنه وقادره على تنظيم البطولات العالميه. فان الاوان ان احنا كشعب نرد الجميل لبلدنا. نملى الاستادات، مش عايز املى استادات بس مدرجات استاد القاهره. انا بناشد اللجنه المنظمه ان ان بقيه الاسكندريه ده بيحب الكوره هيبقوا موجودين، السويس نفس الحكايه، الاسماعيليه نفس الحكايه، لكن التذاكر غاليه. ليه الاستادات دي اللي هي ما فيهاش منتخب مصر نقلل او الدوله تساهم في تكلفه التذكره